فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يقوم الصابون مقام التراب في تطهير نجاسة الكلب أو الخنزير؟ لا لا ما يقوم مقام التراب، لأن التراب له خاصية، أن الله جعله بديلا عن الماء في رفع الحدث، مثل ما هم مثل الصابون. لو تيممت بصابون يصح هذا يرفع الحدث؟ لا، ما هو بتراب هذا. نعم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله، فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله، مرتبة على أبواب فقهية، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة.